مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة أول يوم نظهر فيه الساعة 5 وهنستمر على مدار الفترة القادمة بإذن الله، هتكون كالعادة مدة البرنامج ساعة ونص بداية من الساعة 5 حتى الساعة 6:30 مساء. حلقة النهاردة طبعا غاية في الأهمية وعندنا كلام كتير جدا مهم هنتكلم فيه سواء محليا أو عالميا أو كمان كل جديد يخص النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريدة الدستور، وهنتكلم معاه بالتحديد عن مباراة الأمس أمام النجم الساحلي وبعض الملفات الأخرى. قبل ما نستفيض في الحديث نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم. يلا بينا. بعثة الأهلي تصل القاهرة. الفريق الأول يبدأ غدا الاستعداد لمواجهة بني سويف في كأس مصر. علي معلول يجري أشعة اليوم للإطمئنان على إصابته. الأهلي يدرس شكوى حكم مباراة النجم الساحلي. اتحاد الكرة يطبق تقنية الفيديو بملاعب كان 2019. 21 يناير قرعة تصفيات كأس العالم 2022. طيب اخطاء، اكيد في اخطاء، يعني احنا خسرنا امبارح اكيد في اخطاء، يعني عشان نبقى منطقيين مع بعض، وده طبيعي في كره القدم، يعني ما مش هتفضل كل الماتشات زي الفل وكل الماتشات بتكسب وباداء وبنتيجه وكل حاجه. الخطا الابرز ايه؟ هو خطا ايمن اشرف، برضه عشان نبقى كده ايه دغري مع حضراتكم. اللاعب غلط امبارح. الكره تستحق طرد ولا ما تستحق انذار؟ طبعا حكم للاسف سيء جدا، وده من اسباب الهزيمه، سبب مؤكد. لكن دايما احنا عادتنا في النادي الاهلي ايه؟ ما بنعلقش شماعات، مش بنعلق الهزيمه على شماعات الحكام وكلام من ده، لكن هو احد الاسباب الرئيسيه، طبعا احد الاسباب الرئيسيه. الكره تستحق طرد؟ لا طبعا ما تستحقش طرد، تستحق انذار. قله خبره من ايمن اشرف اللي المفروض عنده خبره كبيره، طبعا قله خبره من ايمن اشرف. انت بتلعب بره ملعبك وبتلعب في ملعب صعب زي ملعب رادس مع فريق كبير زي النجم الساحلي، وحكم اكيد هيبقى متربص طبيعي، لان انت بتلعب في ملعب الفريق الضيف، يعني الفريق المضيف يعني. فلازم في لقطه زي دي تفكر 1000 مره، ما لهاش لازمه ايدك، يعني ما لهاش لازمه، عادي غلط او غلطه بتحصل في الكوره، يعني غلطه ايمن اشرف بتحصل في الكوره، يعني مش هندبح اللاعب، ده طبيعي، هي دي كره القدم. لو مش ايمن اللي غلط ممكن غيره يغلط، يعني مش بخص اسم معين، احنا بنتكلم على اللي حصل امبارح في الماتش. فالغلطه دي اكيد كلفت الاهلي المباراه، بالاضافه لغلطه الحكم نفسه في اخراج البطاقه الحمراء لايه؟ لايمن اشرف، لان انت من الدقيقه 13 بتلعب ناقص لعيب، يعني خلاص انت كده الدنيا بالنسبه لك صعبه. فبالتالي هارد لك على الهزيمه، مش نهايه المطاف خالص. قبل كده خسرنا في اول مباراه في دور المجموعات وخدنا البطوله وقدرنا ان احنا نفوز بيها في النهايه، وكانت بطوله بالتحديد بطوله 2006، يعني انا متذكر هي البطوله اللي خسرنا فيها في اول مباراه، كان مع الصفاقسي التونسي في دور المجموعات، كانت اول مباراه هناك على ارضهم، وفي الاخر خدنا البطوله. ما عندناش شك اطلاقا في قوه فريقنا وشخصيته في الملعب. امبارح فعلا فعلا كان ممكن الدنيا تتهز لو ما فيش مدير فني واقف بره بشخصيه قويه وتقيل عارف بيعمل ايه. تتفق معاه في بعض التغييرات، تختلف في ظروف مباراه كمان، ده طبيعي جدا، ده عادي. لكن في مدرب، في مدرب، في لعيبه رجاله في الملعب، والجميل في جمهور النادي الاهلي انه حتى لما خسر امبارح ما قلبش بقى الدنيا كلها، قال لك لا احنا اصل في انديه كده، او في مثلا جماهير ممكن تكون بتفكر كده، يبقى مدير فني عامل ماتشات ممتازه تيجي عشان ماتش تقلب الدنيا خالص عليه، لا ده مش هيبقى منطقي. وجمهور الاهلي كان واعي جدا النقطه دي امبارح، زعلانين الهزيمه، احنا طبيعي كده جمهور الاهلي بيزعل لما بنخسر، لكن في نفس الوقت انت مش زعلان لان انت ب 10 لاعبين كنت انت المسيطر على الكره في الملعب، انت اللي كانت شخصيتك اقوى على فريق النجم الساحلي، فريق كبير وفريق محترم. الجون بتاعهم من غلطه دفاعيه برضه، عادي في كره القدم عادي، بس لازم نتعلم من الاخطاء دي، لازم نكتسب خبرات اكتر من خلال الاخطاء دي، ما تتكررش تاني باذن الله، على الاقل بنفس الشكل. يعني وارد اي كوره، الكوره هي كده بتغلط ويجي جون في اي فرقه، لكن تكرار الخطا هو دي اللي هيبقى العيب في دي. فان شاء الله الاخطاء دي ما تتكررش، سواء من تصرف ايمن اشرف
او من هفوه مثلا رامي او هفوه دفاعيه بشكل عام، مش مشكله، خير، كله خير في الاول وفي الاخر. فبالتالي باذن الله احنا قادرين ان احنا نصعد اول مجموعه ان شاء الله. عندك الماتش الجاي الهلال يوم الجمعه، ماتش مهم، هما كسبوا بلاتينيوم امبارح 2-1، تكسبهم انت ترجع للصوره بشكل قوي جدا. عندك كمان بلاتينيوم مع نهايه الشهر يوم 28 هنا في استاد السلام في مصر، ان شاء الله تكسب 6 نقاط تطلع لبلاتينيوم باذن الله، تكسب هناك. يعني الامور مش صعبه طبعا، يعني احنا لسه في بدايه دور المجموعات، والدنيا كلها في ايدينا وفي رجلينا يعني كفريق النادي الاهلي. فكله هيبقى بمسانده طبعا المعتاده من جمهور النادي الاهلي، اللي في كل الظروف وفي كل الاحوال وفي كل النتائج بيبقى مساند لفريقه. لكن هنا بقى السؤال، بص احنا اتكلمنا على الماتش واتكلمنا على اخطاء فرقتنا، فرقه الاهلي اللي بتتمثل في اخطاء لعيبه، وده عادي بيحصل عشان بس ايه الكلام يبقى واضح، ده عادي بيحصل. انا ما بجامش حد من لعيبه النادي الاهلي، كلهم رجاله وكلهم عملوا مباراه ممتازه بصراحه. وعايز اخص احمد فتحي، احمد فتحي امبارح لعب في 3 مراكز في الماتش، ابتدى باك رايت، بعد كده دخل في القلب لما اتطرد من عندنا ايمن، وبعد كده لعب باك ليفت مع نهايه المباراه. هي دي قيمه احمد فتحي، هي دي اهميه احمد فتحي في النادي الاهلي، من ضمن مكاسب مباراه امبارح. كمان قبل ما ادخل على الجزئيه الثانيه عايزين نتكلم فيها، يعني اليو ديانج لعيب تقيل، الراجل الكره بتاعته بسيطه قوي، التحامات بيكسب ما شاء الله، لا قوه الا بالله، قوه جسمانيه ربنا يحميه يا رب، التحامات هو اللي بيكسب، بياخد الكوره من ساعه ما نزل. الباس بتاعه سليم، مفيش باصه امبارح بصها غلط، سواء قدام الاجناب اي حاجه، لعيب كويس قوي في نص الملعب، مهم جدا تواجده في الحقيقه، مش بتكلم على كتشكيل اساسي، تواجده بس في النادي الاهلي. بقيه الامور دي خاصه بالمدير الفني طبعا، احنا ما نقدرش نتكلم فيها اطلاقا اطلاقا يعني. ففي بعض المكاسب الاخرى، من ضمن برضو الخسائر بقى اصابه علي معلول، العضله الضمه لحد دلوقتي طبعا هيتعمل اشعه النهارده او زمان اتعملت كمان، المفروض كانت العصر، هنعرف نتائجها يعني لاحقا، بس باذن الله مش هتكون مده كبيره يعني. اعتقد طالما هو شد من الدرجه الاولى في العضله الضمه، يعني اعتقد ممكن شهر بالكثير ويرجع يعني بالكثير. طبعا لسه في انتظار الاشعه هي اللي هتاكد يعني الكلام ده. فللاسف حظنا وحش قوي في الاصابات، اشمعنا احنا اللي يعني عندنا اصابات كده؟ ما شاء الله الفرق كلها، مش عايز احسدهم يعني، كلهم بيلعبوا في كل البطولات وكلام من ده، حظهم حلو ما بيتصابوش ما شاء الله، لكن احنا بس اللي بيبقى دايما عندنا اصابات. انا مش بعيب في حد على فكره في الجهاز الطبي ولا حاجه، هي حظنا كده، هو حظنا كده، عملنا كل حاجه عشان الاصابات ما تتكررش، هو نصيب الاهلي كده ان هو تكون احد عقباته الاصابات. لكن برضه النادي الاهلي قادر يتعامل مع الموضوع ده كمدير فني وجهاز فني مع اللاعبين ومع البدائل اللي عندنا. علي معلول هيغيب، عندك محمود وحيد، لو نتكلم بقى في توتال البطولات، دوري ابطال افريقيا، كاس مصر والدوري، عندك محمود وحيد، عندك ايمن اشرف، عندك حسين السيد. في دوري ابطال افريقيا عندك محمود وحيد وايمن اشرف بس، حسين السيد مقيد محليا تقدر تستعين بيه في اي وقت. فان شاء الله مش هنقابل مشكله طبعا قيمه كبيره علي معلول، وباذن الله الاصابه ما تكونش تطول معاه ويرجع قريب، لكن عندنا البدائل. الملف بقى الاهم، تعالى لي بقى في ايه، في الملف الاهم، لحد امتى هنفضل كده في افريقيا ما عندناش تحكيم؟ خلي بالك عشان ما تقولش بقى ان قناه الاهلي، او ما تقولش للناس بتوع الاهلي يقول لك ايه اصل الحكم 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 الحكم، لا مش احنا، مش ده اسلوب النادي الاهلي خالص. بتدور على الاسباب بتاعتك انت الاول، ايه اللي خسرك الماتش وبتتعامل معاها، لكن في نفس الوقت في اسباب اخرى، واسباب بقالها يعني قرن من الزمن، لازم بنقابل مشاكل تحكيميه في البطوله. لحد امتى هتفضل المشاكل التحكيميه دي في قاره افريقيا؟ سواء بقى في بطولات منتخبات يعني بطولات افريقيه، الامم الافريقيه، سواء في دوري ابطال افريقيا، في الكونفدراليه، في اي حاجه في افريقيا بصراحه المستوى متدني. حكم اولا مش عارف يعني مش عارف، مش انا بحاول اختار كلماتي بصراحه عشان ما ابقاش غلطت في حاجه، لكن مقومات جسمه مش حكم، مع احترامنا ليه لشخصه، مقومات جسمه ده مش حكم. قراراته كلها بتكتف الاهلي كرويا، اللي لعب كره يفهم دي، حتى اللي ما لعبش، ناس كتير جدا بتفهم في الكره في الحقيقه يعني. مكتف الفريق طول الماتش، الطرد اتسرع فيه قوي، الكره مش في حوزه اللاعب، يعني الكره مش في حوزه مهاجم النجم، لو الكره تحت رجله وهو بيجري ورايح للجون وايمن عمل كده
ده انت تطرد ايمن ولو ينفع توقفه 3 ماتشات توقفه. لكن الكره في الهواء ونازله راحه للشناوي. ايمن غلط مد ايده وكلام من ده انذار. لكن مش طرد خالص. فانت بتهيئ كل الظروف للنجم الساحلي. يلا يا جماعه مبروك عليكم في الدقيقه 13 اهو انتوا بتلعبوا مع فريق ناقص 10. اكسبوا بقى وروني هتعملوا ايه. للاسف هم ما عرفوش يعملوا حاجه غير ان هم جابوا جون ودي حاجه تحسب للنادي الاهلي. بيبقى نفسنا حتى واحنا 10 لاعبين نكسب. احنا بنفسنا كده. لكن ظروف الماتش لا الظروف كانت صعبه خصوصا لما يطير ان عندك لعيب يعني. بدري كده في الدقيقه 13 موضوع صعب. فبالتالي حكم بيهيئ كل الاجواء للنجم صاحب الملعب. فاولات بقى ايه؟ تعطل اللعب صفاره كتير فاول للاهلي ما تحسبوش فاول ده في كره في اخر الماتش اللي في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل ضايع على الطرف كده ناحيه الشمال واكيد حضرتك اتفرجتوا كره فاول معروف فاول وفي مكان خطر جدا على حدود ال 18 ناحيه الشمال. قال لك لا ده فاول ده ممكن يتلعب يجي جون. كبر دماغك اشتري دماغك يا عم محدش هياخد بالك. بلعب في ملعب الفريق صاحب الملعب يعني مش هتهاجم ولا هيتعمل معايا حاجه. لا مش هي دي. دي كانت اللي انا قصدي عليها كانت في اخر الماتش. غير الالتحامات بقى وعدم حمايه الفريق حمايه اللاعبين في النادي الاهلي سواء هنا او هنا. بالمناسبه انت عصبت الماتش عصبت اللعيبه في الملعب سواء لعيبه الاهلي او النجم الساحلي بشخصيه الحكم الضعيف. فهو نداء للاتحاد الافريقي لكره القدم انتوا هتفضلوا كده لحد امتى؟ هتفضلوا يعني خايفين تاخدوا قرارات قويه تجاه الحكام ليه؟ لغايه لما تكتشفوا فضيحه زي فضايح اللي حصلت قبل كده ابرزها لامبتي اللي كان في ماتش الترجي الجون بتاع انرامو بايده وفي حكم اخر مش متذكر اسمه قريب واتشطب ودوخ خالص تشتبون بعد ايه؟ بعد ما البطولات تضيع من انديه ومصاريف قد كده وفلوس قد كده بتدفع في فرق عشان ياخدوا بطولات. يا عم احنا نخسر كوره ما عندناش مشكله. خسرني كوره لكن تخسرني تحكيم لا ده ظلم وحرام. لازم يبقى في حل من الاتحاد الافريقي لكره القدم واحنا بقالنا سنين بالنادي في الموضوع ده. لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لكره القدم لما تلاقي مباراه بحجم مباراه الاهلي والنجم الساحلي فرقتين كبار جدا من عتاوله القاره يعني وتجيب حكم بالمستوى ده جوشوا بوندو الحكم البوتسواني يبقى انت كده بتهزر. ده اسمه هزار. لازم تجيب حكم تقيل حكم مصنف على مستوى القاره في الماتشات اللي زي دي. عايز تجرب حكام عايز تشوف حكام في ماتش ممكن يبقى مقبول في الكلام ده لما يكون في مستوى يعني فرق كبير في مستوى ما بين فريق وفريق. اديله الثقه ياخد خبره بتاع كلام من ده. لكن ماتش بمستوى مباراه الاهلي والنجم الساحلي لازم تختار الحكم المناسب. ده كانك يا اخي متعمد. وتاني انا مش بعيد وبزيد في موضوع الحكم انا بقول من الاول قلت ايه؟ اكيد في اخطاء عندنا. وهيبقى في تعامل معاها من الجهاز الفني اللي بنثق فيه كل الثقه، جهاز فني رائع. وهنتكلم على جزئيه الجهاز الفني دي. تمام؟ لكن في كل الاحوال خلينا اقول لحضراتكم الخبر العاجل ده. قرر مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تقديم شكوى عاجله ده حالا دلوقتي للاتحاد الافريقي لكره القدم بسبب الظلم التحكيمي. الذي يتعرض له الفريق الاول لكره القدم في بطوله دوري الابطال في السنوات الاخيره. هو فعلا احنا بقالنا كام سنه كده. ده كل سنه لازم يحصل مشكله بسبب الحكام يعني مش معقول. ومشكله مش في الحكام بس من الاتحاد مسؤولي الاتحاد نفسهم الاتحاد الافريقي فاكرين موضوع ازارو ماتش الترجي؟ لا سيما ما شاهدته مباراه الامس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البوتسواني العديد من الاخطاء نسفت كل قواعد العداله فعلا واثرت في نتيجه المباراه بشكل مباشر وعلني. وكلف الكابتن محمود الخطيب الادارات المعنيه بالنادي باعداد كافه المستندات التي تكشف عن الاخطاء التحكيميه الواضحه وغير المقبوله في المباراه الاخيره. اهو ده خبر رسمي من النادي الاهلي دلوقتي حالا. الاهلي خلاص قرر ان هو يشتكي الحكم للاتحاد الافريقي. مش عايز يعني انا اقول حاجه املي بيها او قرار املي بيه حد يعني. لكن في كل الاحوال احنا لو ينفع نشتكي الاتحاد الافريقي نفسه نشتكيه. الناس دول عائق بالنسبه لنا. وكان الاهلي ده اتظلم بتواجده في قاره افريقيا. بصراحه
وبدون اي تحيز ولا اي حاجه. الاهلي فريق كبير جدا، بطولات عظيمه جدا، امكانيات ينفع يلعب في اي حته في الدنيا لما بيمر بظروف حلوه وظروف كويسه. لكن بالطريقه دي الواحد بيزعل. هي دي الكوره. برافو يا بيبي. رمضان صبحي اهو ناحيه الشمال، والحكم اهو اهو بص بيتدلع اهو بيجري واحده واحده كده ما شاء الله عليه يعني. وفاول واضح، وفي الدقيقه ايه، في الدقيقه 92 والحكم كان حاسب 3 دقايق، ما اعرفش ازاي برضه رغم كميه اللعيبه اللي وقعوا من النجم الساحلي، ناس كتير المفروض ده اكتر من كده، انت اقل حاجه 5 6 دقايق يعني. المهم وفاول زي ده في حدود المنطقه في الحته دي فرصه مميزه للاهلي انه ممكن يتعادل، فرصه كويسه جدا. قال لك ايه ده، ده مين اللي وقع، ده هو لاعب النجم الساحلي هو اللي في الارض يا عم، فكك اشتري دماغك. فواضح ان في تعمد، هم الناس عايزين كده. مش بقول على الاتحاد الافريقي، الحكم عشان برضو كلامنا يبقى واضح، ليه لا، كل الاحترام والتقدير للاتحاد الافريقي اهو، كل الاحترام والتقدير للاتحاد الافريقي لكره القدم. لكن يا جماعه عالجوا مشاكلكم، هو احنا هنلاقيها من الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الافريقي؟ هنفضل كده لحد امتى؟ هنلاقيها من لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم ولا من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ كابتن عصام عبد الفتاح بالمناسبه هو نائب رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، حاول يبقى ليك بصمه في الاتحاد الافريقي بقى. ما كانش ليك في الحكام في مصر. لا حاول يبقى ليك بصمه. حاول يبقى ليك دور. اتكلم مع الراجل رئيس لجنه الحكام من جيبوتي. اتكلم معاه شوف الحل ايه. طور ازاي دخل الفار. يعني اتحاد افريقي بحجم وامكانيات الاتحاد ده مش عارف يطبق الفار في افريقيا. هم بصراحه مؤخرا قال لك ايه، احنا هنحاول خلال الفتره اللي جايه على هامش بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، قال لك ايه، احنا هنحاول الفتره الجايه ان شاء الله كل البطولات في افريقيا يبقى معانا تقنيه الفار ان شاء الله. المحاوله دي المفروض من بدري من زمان. لا زي ما الاتحاد الاوروبي كده، الناس دي ما بتهزرش. يلا دخل الفار، دخل على كله. والفار ده، هو الفار ده هينجح الاهلي؟ الفار ده هيكسب الاهلي غصب عن حد؟ لا، ده الفار ده عليا وعليك. عليا وعليك. لكن في بعض الاحيان الحكم بيبقى عليا انا بس وليك انت، سواء في الدوري المصري او في دوري ابطال افريقيا او البطولات الافريقيه. فلحد امتى؟ هو نداء للاتحاد الافريقي بعد اذن حضراتكم، بعد اذن حضراتكم شوفوا حل في القصه دي. مش هتفضل مجالس الادارات في الانديه تصرف وتدفع قد كده وتشتغل فير عشان تكسب بطوله بشكل جيد، وتكون اشتغلت على نفسها وعملت كل اللي عليها عشان تاخد البطوله، تيجي انت تعطلنا؟ طب ليه؟ فموضوع الحكام ده مش عارفين حله ايه، مش عارفين لحد امتى، لحد امتى هيفضل التحكيم الافريقي بهذا المستوى المتدني السيء؟ قول عليه زي ما تقول، قول براحتك، قول براحتك انت، ورا الشاشه تنفع تقول، انا قدام الشاشه مش هينفع اقول. فحاجه بصراحه مستفزه، هنفضل كده مش عارف. في كل الاحوال موضوع الجهاز الفني امبارح بصراحه الواحد قاعد مطمن والله بجد. يعني انت دلوقتي اتكلم معاكم بصراحه، اتكلم معاكم بصراحه، ايام مستر لوسارتي انا كنت قاعد قلقان جدا، لو مرينا بظرف زي ده انا قلقان، بنكسب بالعافيه الدنيا. لكن امبارح انا حسيت بايام مستر جوزيه بدون مبالغه. مستر جوزيه طرد منك لعيب، اتصاب منك لعيب في اول الماتش، عارف الراجل ده هيعرف يتصرف. نفس الاحساس انا حسيته مع مستر فايلر امبارح بصراحه. انا بتكلم بصراحه مع حضراتكم والله، اضطرب من عندنا حد، انا حاسس ان عندي شخصيه بره، واحد هيعرف يتصرف. هو فعلا اتصرف، ممكن من وجهه نظره اتصرف بطريقه معينه شايفها صح، ممكن من وجهه نظرك انت، والاراء كلها كل واحد بيبقى ليه راي. لكن الراجل حسيت ان في حاجه، حسيت ان احنا ممكن نرجع. بدليل ايه؟ هات اجيب لك الاحصائيات بتاعه الماتش امبارح. الاهلي الاستحواذ ايه، 62% للاهلي، 38 للنجم الساحلي اللي هو ايه، اللي هو بيلعب على ارضه وبيلعب 11 وانت بتلعب 10. فدي شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي. هتقول لي ما احنا يا اخي امبارح ما احنا خسرنا في الاخر، هقول لك اوكي خسرنا، بس بالظروف دي كان ممكن تخسر اكتر. بالظروف دي كان ممكن ما يبقاش ليك شخصيه، اللعيبه يبقى رجليها بتخبط في بعض في الملعب. لا انت عندك لعيبه رجاله وعندك شخصيه ممتازه في الملعب من اللعيبه، وعندك مدير فني. الراجل ده فعلا فعلا مدير فني كويس،
يعني انا مدار الفتره اللي فاتت عمال اقول يا جماعه مش عايزين نسيب الراجل واحده واحده، لسه عشان نحكم دلوقتي واسال ضيوفي، ها نحكم دلوقتي لسه نحكم دلوقتي. انا بقى بحكم دلوقتي بصراحه، لا احنا عندنا مدير فني قوي جدا، شخصيه قويه جدا، ممكن يغلط ممكن يغلط، بس في نفس الوقت الراجل ده هينجحني، انا عارف الراجل ده هيودينا في حته ثانيه باذن الله، هيفكرنا بايام جوزيه، واحنا دايما بنضرب المثل بجوزيه المدير الفني الاسطوري مش هينفع يتنسي. فهي الاحصائيات اهي، فلولا الحكام ولولا عدم توفيق بعض اللاعبين وقرارات خاطئه من بعض اللاعبين في الملعب كان الاهلي ممكن يكسب المباراه دي عادي جدا. لو الظروف ماشيه عادي الاهلي يكسب. لو بنلعب كوره، لو بنلعب كوره ماتش كوره، الفريق اللي قدامك بيلعب كوره يعني افهمني، الفريق اللي قدامك بيلعب كوره والدنيا عادي في الملعب، مش بتضيع وقت، مش بتضرب حد، ده في كوره في اول الماتش قبل الطرد في عمرو السوليه داخله تخلصوا كوره، واضح ده هو ده اسلوب شمال افريقيا احنا عارفين وبنتعامل معاه على فكره وبنكسبهم على طول مع احترامنا وتقديرنا ليهم، يعني بنكسبهم على طول لما تكون الظروف طبيعيه، ما تشيلش واحد من عندي من اول ماتش. لكن فيما يتعلق بالجهاز الفني عندنا ثقه ممتازه في الجهاز الفني، كل جمهور النادي الاهلي امبارح بعد الماتش الناس كلها بتتكلم ان احنا عندنا مدير فني قوي، عندنا شخصيه قويه، ودي حقيقه مش مبالغه. لما كان بيبقى يحصل المثال ده ايام مستر لسارتي كان الناس كتير جدا متقطع فيه عشان مش واثقين فيه، لكن انا عاجبني قوي الثقه من جمهور النادي الاهلي في المدير الفني ده، وكلنا في ظهره ووراه، وباذن الله باذن الله باذن الله هيجيب لنا بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي باذن الله تعالى. ففي كل الاحوال في كل الاحوال احنا بنفكر في اللي جاي بقى، مباراه وخلصت. الماتش اللي جاي عندك اف كاس مصر مع بني سويف، مفيش طبعا استهانه بالماتش ده، مفيش استهانه، استعداد بالنسبه لك تكسبه باذن الله، واستعداد عشان ماتش الهلال، الهلال فرقه تقيله وفرقه مش سهله في الهلال السوداني يوم الجمعه الجاي على استاد السلام ان شاء الله في حضور 10,000 متحمس ومشجع من جمهور النادي الاهلي اللي بيفرقوا في اي ماتش، بيفرقوا في اي ماتش، هيحضروا باذن الله يوم الجمعه، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان احنا نرجع في البطوله. طيب بالنسبه لعلي معلول، الدكتور خالد محمود ده خبر برضو دلوقتي واحنا مع بعض كده على الهواء بنحاول نوفيكم بكل الجديد. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي قال ايه؟ قال ان تشخيص اصابه علي معلول الظهير الايسر الفريق عباره عن شد في العضله الضامه اليمنى ويحتاج لفتره علاج تصل الى اسبوعين. طب الحمد لله زي الفل، اصابه معلول شد في العضله الضامه ويحتاج فتره علاج الى تصل الى اسبوعين. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه قبل ما الاشعه تطلع قلت لحضراتكم بكثير قوي هتبقى شهر، لان هي شد خفيف في العضله الضامه. الحمد لله الحمد لله دكتور خالد محمود طبيب الفريق قال لنا ايه؟ اسبوعين اهو، فان شاء الله يعني اصابه مش طويله، وعلي معلول احد الركائز الاساسيه في فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يرجع سريعا خلال اسبوعين هيبقى فيها تدريبات علاجيه او بعض الامور العلاجيه ويخش في تدريبات واحده واحده والدنيا تمشي كويس باذن الله، لانه لعيب مهم قوي بالنسبه للنادي الاهلي. اللي جاي ان شاء الله الافضل افضل بكتير جدا، والبوادر موجوده عند المدير الفني وعند اللاعبين والاصرار وكل حاجه كويسه الحمد لله. ان شاء الله خير والاهلي وجمهوره. عايز اروح اشوف مستر فايلر قال ايه عن المباراه امبارح ونرجع مره ثانيه. يلا بينا جاهزين؟ يلا يلا. طبعا واضح ان احنا محبطين بسبب هزيمه الماتش النهارده. مون افي اون تري بيان جوي لا بروميير مي تان سيتي با سي فاسيل ابري 12 مينوت افيك ان موا نوم موا. انا شايف ان احنا لعبنا كويس الشوط الاولاني وكان صعب علينا، الامور اتصعبت بعد ما حصل حي الطرد بعد 12 دقيقه بس من بدايه المباراه. دوماج كون اون كاس لو بوت توت سويت ابري لا مي تان ابري 5 مينوت سيتي بون بوت. Et après, c'était difficile. وللاسف طبعا دخل فينا دخل في مرمانا هدف بعد خمس دقائق من الشوط الثاني، وكان هدف بالمناسبه كان هدف كويس. بعد كده الامور اتصعبت طبعا. Après, c'était difficile de créer des occasions parce qu'ils ont très bien défendu. واجهنا صعوبه ان احنا نخلق فرص لانهم دفعوا بشكل جيد. On était quand même presque tout le match avec un homme moins. لعبنا كل المباراه بلعيب ناقص. Oui, à la fin, c'est la défaite qu'on doit accepter. Et maintenant, il faut tout faire pour être prêt pour les prochains matchs qui suivent. طبعا لازم نقبل الهزيمه ولازم تيجي نفكر في الماتشات اللي بعدها ونفضل اعمل افضل نتائج في المباريات الجايه، نقلب الصفحه ونفكر في الماتشات الجايه. عندنا مدير فني احنا واثقين في الراجل ده بصراحه، وتصريحاته متزنه، راجل متزن عارف بيقول ايه وبيتكلم في ايه والاسباب ايه وبيعالج ازاي وكلام من ده. فاحنا عندنا مدير فني وعندنا شخصيه كويسه ان شاء الله باذن الله هيكون احد العناصر الاساسيه طبعا. بما انه مدير فني ودماغه هي تكون احد العناصر الرئيسيه
في قياده النادي الاهلي لعدد كبير من الالقاب على مدار سنوات باذن الله تعالى. ربنا بس يوفقه ويبعد عننا الاصابات ويبعد عننا الحكام. ماشي، اخبار الاهلي خلاص قفلنا الصفحه دي بقى، صفحه مورد النجم وبيفكر في اللي جايه، هو النادي الاهلي كده، سمه النادي الاهلي كده. بس الاهلي وصلت القاهره ان شاء الله النهارده بسلامه الله الفجر من تقريبا الساعه 6 الصبح او 7، واليوم النهارده اجازه، وبكره ان شاء الله هيبقى التدريبات الاهلي هيستأنفها في تمام الساعه 10 والنصف صباحا عشان يستعد لمباراه بني سويف اللي هتكون يوم الثلاث الجاي، واللي مش عارفين هيلعب ولا لا، لان النهارده قريت خبر كده لبني سويف او خبر يعني في احدى المواقع ان هم احتمال بيهددوا ان هم ما يلعبوش المباراه. هنتكلم عن الموضوع ده لاحقا على مدار الحلقه، فبالتالي الاستئناف هيكون من خلال مران الغد باذن الله صباحا. فايلر تسلم تقريرا عن الغائبين عن رحله تونس، واحنا عارفين ان في بعض اللاعبين كانوا غايبين عن الرحله لاسباب مختلفه، سواء اسباب فنيه او اسباب متعلقه بالقيد الافريقي، لان احنا عندنا بعض اللاعبين مش مقيدين افريقيا، فبالتالي هو عايز تقرير عنهم عشان يعرف الامور بالنسبه لهم ماشيه ازاي ومدى جاهزيه كل لاعب للمرحله المقبله. علي معلول اتكلمنا على اصابه علي معلول خلاص بشكل نهائي، وان شاء الله اسبوعين يبقى موجود في الملعب مع زمايله. خلينا اقول بعض الماتشات امبارح والنهارده في دوري ابطال افريقيا وماتشات اخرى مهمه جدا. شباب القبائل امبارح من الجزائر لعب فيتا كلوب الكونغولي فاز 1-0، النجم الساحلي فاز على الاهلي 1-0، الهلال السوداني اللي في مجموعتنا فاز على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1. النهارده في ماتشات ايضا اتلعبت، الزمالك خسر 3-0 من مازيمبي، اتحاد الجزائر لسه هيتلعب مع الوداد الرياضي اول اغسطس، هيلعب زيسكو الزامبي برضو النهارده، الرجاء البيضاوي هيلعب الترجي، مباراه قويه جدا دي الساعه كام دي؟ الساعه 9، ماتش قوي قوي. ماميلودي سان داونز مع بيترو اتلتيكو ده في دوري ابطال افريقيا. الدوري الانجليزي في ماتشات النهارده بتتلعب، عندك نيوكاسل ده اول ماتش كان الساعه 2:30 مع مانشستر سيتي خلص 2-2، تشيلسي وستام وليفربول وبرايتون وتوتنهام هوتسبير وبورنموث وبيرنلي وكريستال بالاس كلهم الساعه 5 في التوقيت ده. ومباراه اخرى هتتلعب في تمام الساعه 7:30 ما بين ساوثهامبتون وواتفورد ده في الدوري الانجليزي، بالنسبه ليفربول متقدم 2-0 هدفين لفان دايك. طيب الدوري الاسباني ديبورتيفو الافيز، ده ديبورتيفو الافيز ده في اسبانيا غير ديبورتيفو الافيز اللي في البرتغال. ريال مدريد خلص 2-1 لريال مدريد. ريال سوسيداد وايبار لسه هيتلعب، ريال مايوركا وريال بيتيس وفالنسيا وفياريال ده ايضا لسه هيتلعب. دي كانت بعض الامور الهامه جدا جدا مع بدايه الحلقه. نخش بقى في اهم الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام، الاهلي يخسر امام النجم الساحلي 1-0 بفعل فاعل، الحكم البوتسواني يهدي الفوز لبطل تونس على طبق من ذهب بعد طرد ايمن اشرف. اخبار اليوم، اول هزيمه للاحمر مع بايرن وطرد غير مستحق لايمن اشرف، الاهلي يخسر من النجم الساحلي في بدايه دور المجموعات بفعل فاعل. الاخبار المسائي، الاهلي يفقد بفعل فاعل، هدف الشخاوي ينهي مغامره الاحمر بعد الطرد المبكر. الاهرام المسائي، كرسي في الكلوب، جوشوا يمنح النجم الفوز على الاهلي بهدف شخاوي في افتتاح مجموعات دوري الابطال، طرد غريب لايمن اشرف وقرارات مثيره للجدل والهدف شرعي، المباراه متوتره وفايلر يخسر لاول مره وجريدو ينجح في قراءه موقع ترايس. المسا، بعد المباراة فايلر الهزيمة صفحة وانطوت والتركيز في القادم، جريدو سعيد بالانتصار على فريق كبير. الجمهورية، يعود فجرا الأهلي يناور بالعراقي ويقترب من كهربا. الشروق، الأهلي يعلن عن إتمام صفقة كهربا منتصف ديسمبر. اليوم السابع، 12 مليون جنيه سنويا تنقل كهربا للاهلي في الشتاء، الاحمر يعود من تونس اليوم وفايلر يبدا التفكير في مواجهه بني سويف بالكاس. المصري اليوم، فايلر يستقر على رحيل جيرالد، بعثة الاهلي تعود من تونس اليوم وبعد مواجهه النجم والفريق يستأنف تدريباته غدا.
الوطن، الأهلي يعود من تونس وفايلر يجهز البدلاء لبني سويف. الفريق راح 24 ساعة، فرصة جديدة أمام الشيخ، وحمدي وإكرامي يعود للظهور في مباريات الكأس. الوفد، المدرب السويسري يمنح الفرصة للبدلاء أمام بني سويف. فايلر يعيد ترتيب صفقات الأهلي في يناير. الدستور، الخطيب يوجه بمتابعة تطورات حالة مؤمن زكريا. جلسة مع فايلر لتحديد صفقات الشتاء، وسعد سمير يرفض مبادلته بجلال. طيب، واضح ان في اجماع في الجرايد النهارده على موضوع الحكم. نبتدي بالاهرام كده، عندك بيبو الاهرام واخبار اليوم والاخبار المسائي، تقريبا العناوين كلها هي هي، يعني تقريبا نفس الراي، نفس التفكير وقراءه المباراه. يعني مثلا الاهرام قال لك ايه؟ الاهلي يخسر امام النجم الساحلي 1-0 بفعل فاعل. هات لي اللي بعديه كده، اخبار اليوم قال لك ايه؟ الاهلي يخسر من النجم الساحلي في بدايه دور المجموعات بفعل فاعل. هات لي اللي بعديه كده، الاخبار المسائيه قال لك ايه؟ الاهلي يسقط بفعل فاعل. والواضح ان كل مجمع على ان في فاعل قدر ان هو يعطل الاهلي في المباراه بتاعه النجم، بخلاف برده اشكان تاني وعاشر، بخلاف اخطاء اللعيب او اتنين في الملعب، وبتحصل برده، بتحصل ان شاء الله تتعالج من اللعيب نفسه كمان. لكن في كل الاحوال هو فعلا فعل هو فعلا الحكم سبب رئيسي في الهزيمه، سبب رئيسي في الهزيمه امبارح جوشوا، ربنا يسامحه يعني. ف يعني كل بيتكلم قال لك الحكم ثواني يهدي الاهلي الفوز ده في الاهرام لبطل تونس، او يهدي الفوز لبطل تونس مش الاهلي للاسف، على طبق من ذهب بعد طرد ايمن اشرف اللي هو شل بيه النادي الاهلي. يعني طرد بدري اللي هو خلاص بقى، شوف هتتصرف ازاي في الماتش، انت ونصيبك بقى. واخبار اليوم، انت عارف لو طرد مستحق، والله هنقول يعني طرد مستحق، مش هيبقى كلامنا في الاتجاه ده، يعني مش هيبقى كلامنا كده. هو طرد مش طرد، كوره مش طرد. طيب خلصنا الاهرام، الاخبار اليوم قال لك اول هزيمه الاهلي يخسر دكه. خلاص اتكلمنا بقى في موضوع المباراه والهزيمه. هدف الشيخاوي طبعا هدف صحيح 100%، وهدف جيد طبعا، ولاعيب كبير بصراحه، عنده خبرات عظيمه ومهاره عاليه يعني. طيب نروح لفين؟ تعالوا نروح للجمهوريه، اتكلمنا عن المباراه بقى، نخش على بعض الملفات الثانيه اللي اكيد حضراتكم برده مستنيين تعليق مننا عليها. عندك بقى ايه تاني يا بيبو؟ عندك الجمهوريه والشروق واليوم السابع نفس الخبر. نبتدي بالجمهوريه، قال لك ايه؟ الاهلي يناور بالعراقي ويقترب من كهربا. مفيش عراقي يا جماعه، مفيش عراقي لحد دلوقتي، مفيش عراقي. هو مصدوم على كريم العراقي الباك رايت بتاع مصر ولاعب المنتخب الاولمبي اللي تالق في الحقيقه، لكن مفيش عراقي لحد دلوقتي يقترب من كهربا. وعندك الشروق قالت لك الاهلي يعني هيتمان صفقه كهربا منتصف ديسمبر، حددوا كمان الميعاد. وعندك اليوم السابع قال لك 12 مليون جنيه سنويا تنقل كهرباء الاهلي في الشتاء، حددوا كمان المبلغ. فالكل بيجتهد والكل بيحاول خلاص يقول المعلومه ان كهرباء هيكون في الاهلي. انا هقول لكم ايه؟ هقول لكم احنا في انتظار اعلان رسمي من الاهلي، لو في اتفاق مع اللاعب الاهلي هيعلن رسمي. طالما الاهلي ما اعلنش رسمي يبقى لسه. هتقول لي يا عم طب ما هو ممكن يبقى في مفاوضات، وممكن اللاعب يكون مضى، وممكن اللاعب يكون مش عارف ايه. انا هنا مش هينفع اقول لك الكلام ده، انا هنا مش هقول لك الكلام ده، انا هنا هقول لحضرتك ايه؟ احنا عايزين الاهلي يعلن رسميا من خلالنا او من خلال الموقع الرسمي للنادي. هو الامور بتمشي في النادي الاهلي، هي دي سياسه النادي الاهلي. لما يخلص الموضوع، هو طبعا جمهور النادي الاهلي منتظر الصفقه دي، عشان يبقى بنتكلم بصراحه مع حضراتكم يعني. كهربا لعيب كبير قوي، لعيب جامد جدا، يفرق معاك قوي كمان، حتى لو عندك رمضان صبحي انت لازم يبقى عندك كل اللعيبه على مستوى واحد، واحنا عندنا فعلا قائمه متكامله. ناقصها بعض العناصر، ممكن يكون منهم كهرباء وممكن ما يكونش منهم كهرباء. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه، واكيد الاهلي لو قرر بشكل نهائي التعاقد مع كهرباء هيعلن رسمي. لو خلص الموضوع بشكل رسمي هيعلن، ايه اللي هياخره؟ هنشوف. لكن لحد دلوقتي مفيش حاجه رسمي، عشان كلامنا يبقى واضح. نروح لايه؟ تعالوا نروح للمصري اليوم. احنا خلاص كده اتكلمنا على موضوع كهربا في الثلاث صحف، نروح للمصري اليوم بقى وبيتكلموا على الراحلين. قال لك جيرالدو، فايلر استقر على رحيل جيرالدو، والفتره الجايه الامور هتتضح بشكل اكبر. التفكير او الكلام على جيرالدو ممكن يكون منطقي عند البعض بصراحه، يعني ممكن البعض يقول لك اصل هو اللاعب مش بيلعب ولعب ماتش واحد مع سموحه، وممكن يكون المدير الفني مش مقتنع بيه رغم ان مفيش اي حاجه رسمي من المدير الفني حتى الان،
لكن كلها او كله تفكير منطقي من بعض الصحفيين في الحقيقه، يعني ان ممكن يكون جيرالدو بره الاهلي، لكن ممكن احنا نتفاجئ ان جيرالدو مكمل حسب، انت مش عارف ايه اللي هيحصل بكره، لا قدر الله في ظل الاصابات اللي سوء الحظ في موضوع الاصابات بالنسبه للنادي الاهلي ده، ممكن يبقى في قرار ان اللاعب ده يكمل، ممكن اللاعب يتالق الفتره الجايه، فالراجل يقرر او يفكر لا ده ممكن يلعب ممكن يبقى معانا، ما تضمنش حاجه بصراحه كده. يعني في موضوع الصفقات او الراحلين وكلام من ده، الواحد دلوقتي بقى خلاص من جمهور بشكل عام في مصر قال لك انا ما صدقش غير لما اللاعب يلبس تيشيرت النادي، لما يلبس تيشيرت النادي سواء كهرباء او غيره تصدق او تقول اه اوكي خلاص قرر جه الاهلي او غيره. يعني لما يقول لك لعيب خلاص ماشي من الاهلي هتصدق لما يلبس تيشيرت فرقه تانية. يعني هي الكوره كده، هي الصفقات، موضوع صفقات وانتقالات هو هي الدنيا بتبقى ماشيه كده. ممكن تبقى اتفقت مع لعيبه وموضوع خلص وفي اخر لحظه الموضوع يبوظ يعني. طيب نروح للوطن، الاهلي يعود من تونس وفايلر يجهز البدلاء لبني سويف، مباراه غايه في الاهميه، واحنا ما عندناش بدلاء، احنا عندنا اللعيبه كلهم على مستوى واحد، واللي هيلعب هو اللي هيرجح كفته بمستواه على كفه اللي بيلعب عليه في نفس المركز، يعني كلها في ايد اللعيبه نفسهم يعني. فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في مباراه بني سويف، ومباراه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله تعالى في دور 32 من بطوله كاس مصر. وطبعا خيارات متاحه قدام مستر فايلر، هو اللي يقرر مين اللي يلعب ومين ما يلعبش، لكن انت اكيد بتفكر في مباراه الهلال عشان تقدر تكسب 3 نقاط عشان يكونوا اول 3 نقاط ليك في بطوله دوري ابطال افريقيا. الفريق راح 24 ساعه والنهارده الفريق راح، وبكره يستأنف في التدريبات، وفرصه جديده طبعا طبعا قدام احمد الشيخ بالتحديد، فرصه مهمه قوي لاحمد الشيخ بصراحه لو هيلعب طبعا الماتش الجاي، ما اعرفش قرار مستر فايلر ايه. وعمار حمدي، عمار حمدي هو الراجل خلاص لعيب كويس يعني، بس برضه هتبقى منك مع النادي الاهلي وتلعب والدنيا ماشيه معاك ازاي. اكرام يعود للظهور في مباراه الكاس، ده لو في طبعا قرار ان هو يلعب مباراه الكاس، والله اعلم بالقرار ده، ما عنديش حاجه رسميه بيه، لكن اكرامي طبعا نجم كبير، نجم كبير جدا. نروح للدستور، الدستور بتتكلم على ملفين مهمين قوي. الملف الاول هو موضوع مؤمن زكريا اللي خلاص اتكلمنا فيه كتير جدا على مدار الايام اللي فاتت ومش هتكلم فيه تاني بصراحه. وبيقول لك الخطيب يوجه متابعه تطورات حاله مؤمن زكريا، دي حاجه مفروغ منها، دي حاجه لابد منها، دي حاجه لابد منها ومعروفه يعني، هي الاهلي بيعملها وهيعملها وكلام كده، بس مش خلاص بقى موضوع مؤمن. ربنا يا رب يشفيه، لعيب كبير جدا ان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه. جلسه مع فايلر لتحديد صفقات الشتاء، وسعد سمير يرفض مبادلته بجلال. مين اصلا طرح ان سعد سمير ممكن يدخل في صفقه مع اسامه جلال؟ انت عندك لعيب بخبرات سعد سمير وبقدرات سعد سمير، بيغيب بقاله فتره، عشان غايب يعني ممكن تقترح كده؟ ماشي منطقي، ماشي انت اقترح كده عشان الغياب، لكن لو بتتكلم على قدرات على خبرات، لا سعد سمير مش خبر ينفع يتكتب يعني. طبعا كل الاخبار ينفع تتكتب يا جماعه، عشان في ناس بتقف لي على الكلمه بصراحه من زمايلنا يعني، لكن كل الاخبار طبعا كل واحد ليه حق ان هو يجتهد ويقول، لكن ده مش منطقي شويه موضوع سعد سمير بصراحه، مش منطقي مع احترامي وحبي الشديد لزميلنا العزيز الصحفي. موضوع ان سعد سمير يخش في صفقه تبادليه، لا مش بعد التاريخ ده كله يعني، ما اعتقدش. وده ما يقللش من اسامه جلال طبعا، لعيب كبير جدا، وسعد ايضا لعيب مميز. هنشوف موضوع الصفقات والراحلين والناس اللي هتيجي وهتمشي، ده هيبان بشكل اكبر الفترة الجاية بإذن الله. احنا خلاص بكرة هنخش في شهر 12 يعني، قدامك شهر على يناير والدنيا تتضح. أخبار الأهلي في المواقع نشوفها، يلا بينا. الشروق، الأهلي يجهز شكوى للكاف ضد حكم مباراة النجم الساحلي. اليوم السابع، الأهلي يطبق لائحة الخصومات على لاعبيه وعقوبة مزدوجة على أيمن أشرف. سوبر كوره، وليد سليمان سر خروج الاهلي من موقعه النجم الساحلي مبكرا. الوطن سبورت، كبير تحكيمي طرد ايمن اشرف غير مستحق والحكم فقد السيطره على اللقاء فعلا. 1-3 لجمهور الاهلي، لا تحزن بطوله افريقيا 2006 بدات بخساره تونسيه. في الجول، بني سويف قد ننسحب من مواجهة الأهلي بسبب حقوقنا المالية. الشروق،
الشروق بتتكلم وقالت ان الاهلي او موقع الشروق يعني بالتحديد عشان احنا دلوقتي في اخبار المواقع الاهلي يجهز شكوى للكاف وده خلاص ده خبر قلناه مع بعض اول ما الاهلي اشتكى رسمي خلاص اعلنا لحضراتكم بشكل رسمي. اليوم السابع الاهلي يطبق لائحه الخصومات على لاعبيه وعقوبه مزدوجه على ايمن اشرف ده امور كلها تبقى للائحه والناس هم ادرى بيها يعني الجهاز الاداري بالنادي الاهلي مدير الكره كابتن زيد عبد الحفيظ هم عارفين بيشتغلوا ازاي في الموضوع ده ومفيش هزار في الاهلي زي ما بتكسب بتتكافئ زي ما بتخسر تتعاقب حسب اللائحه ما نقدرش احنا نتكلم في الحاجات دي يعني. سوبر كوره خبر سوبر كوره غريب شويه بصراحه يعني بيقول لك ايه وليد سليمان بعدين نقطتين سر خروج الاهلي من موقعه النجم الساحلي مبكرا مش قادر افهم هم قصدهم ايه من الخبر بس لما قريت كده اللي مكتوب في المتن يعني قال لك ايه ان خروج وليد سليمان اثار الجدل خروج وليد سليمان اثار الجدل وده من الاسباب الرئيسيه في هزيمه النادي الاهلي وان هو كمان خرج في وقت مبكر ركز عليه ان هو خرج في وقت مبكر من المباراه هو يعني مع احترامنا الشديد يعني هو ممكن يكونوا كانوا بيتفرجوا على مباراه اخرى هو وليد سليمان خرج ليه يا جماعه؟ وليد سليمان خرج عشان تطرد من عندك ايمن اشرف في الدقيقه 13 فالراجل فكر كده قعد 10 ربع ساعه فكر ادى واجبات طبعا للاعبين الموجودين وبعد كده فكر هيعمل ايه؟ بعد ما فكر قال لك انا اسحب وليد سليمان دلوقتي طبعا لعيب تقيل قوي بصراحه بس هو شاف ان هو يسحب وليد سليمان وينزل مكانه محمد هاني ويعدل الفرقه فايه الجدل في كده؟ يعني ايه الجدل ان وليد سليمان خرج طب لو كان واحد تاني خرج هيبقى برضه في جدل؟ ماشي نروح للوطن سبورت وكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق قال لك ايه؟ قال لك طرد ايمن اشرف غير مستحق والحكم فقد السيطره على اللقاء فعلا هو فقد السيطره على اللقاء هو تحس ان الحكم كده في حركاته بيهزر يعني تحس الراجل وهو رايح للكوره وبيجري وقفته وبصته بيهزر واحد بيهزر واحد مش بيدير مباراه يعني مع احترامنا الشديد لشخصه لكن احنا بنتكلم عن امكانياته امكانياته ضعيفه قوي. نروح ل 1-3 لجمهور الاهلي لا تحزن بطوله افريقيا 2006 بدات بخساره تونسيه احنا فعلا في 2006 زي ما قلت لحضراتكم خسرنا من الصفاقسي هناك في تونس 1-0 على ما اتذكر وكان معانا شبيبه القبائل وكان معانا كوتوكو البطوله دي لو تفتكروا اللي ابتدى فلافيو فيها يبقى فلافيو يعني لما جاب جونين في كوتوكو على ما اتذكر فبيقول لك يعني الاهلي في البطوله دي ابتدى بهزيمه من الصفاقسي في دور المجموعات وبعد كده كسب كوتوكو 4-0 4-0 كانوا في ثلث ساعه في اول الماتش في استاد القاهره وبعدين تعادل مع شبيبه القبائل وكسب شبيبه القبائل وكلام من ده وقدر في النهايه ان هو يجمع 11 نقطه وتاهل يعني فطبعا الخساره امبارح مش مقياس يعني لسه مشوار طويل والاهلي قادر باذن الله طبعا قادر باذن الله نروح في الجول موضوع بقى بني سويف اللي جاي ايه ماتش الاهلي وبني سويف بالتالي النهارده تصريح لمين للاستاذ محمد الواضح المشرف العام على الكره بفريق بني سويف قال لك ايه قال لك ان احنا احتمالنا نسحب من مباراه الاهلي بسبب حقوقنا الماليه من ضمن الازمات برضو الموجوده يعني بسبب اللجنه الخماسيه او الاسباب مختلفه يعني الاسباب التسويقيه وكل هذه الامور يعني قال لك ايه الراجل قال لك احنا لقينا اتحاد الكره ما قالناش الشروط بتاعه المسابقه ما بلغناش بالشروط بتاعه المسابقه ماشي وهو الناس في النهايه بيقول لك ايه يعني طلبوا مننا التيشيرتات بتاعه الفريق عشان نحط عليها الاعلانات طب احنا هيجي لنا ايه من الاعلانات دي العائد بتاعنا ايه كبني سويف وبصراحه الفرق اللي زي دي بتستنى الحاجات اللي فيها اعلانات وفيها كلام من ده يفرق معاهم ماديا يعني فالراجل بيقول الموضوع مش واضح بالنسبه لنا احنا مش عارفين طب هنديهم تيشيرتات يحطوا اعلانات طب احنا العائد بالنسبه لنا ايه يعني ولا العائد كله لاتحاد الكوره طب ده احنا هنلعب برضه يعني احنا بني سويف اللي هنلعب الاهلي فبرضه هم ليهم وجهه نظر مش عارفين اتحاد الكوره او لجنه الخماسيه هيتعاملوا مع الموضوع ده ازاي يعني طيب دي كانت اخبار الاهلي كمان في المواقع اخبار محليه وعالميه نشوفها يلا فيتو اتحاد الكره يطبق تقنيه الفيديو بملاعب كان 2019 يا رب سوبر كوره اتحاد الكره يتلقى عرضا لاقامه وديه بين المنتخب الاولمبي وكوريا الجنوبيه الوطن سبورت شوقي غريب يحسم الجدل صلاح معي في الاولمبياد اليوم السابع 21 يناير قرعه تصفيات كاس العالم و2022 ومنتخب مصر يترقب الوفد مصر تفوز بتنظيم بطوله العالم للسلاح 2021
الشروق. اليويفا ليس قلقا إزاء عدم تأهل منتخبات مستضيفة اليورو 2020 إلى النهائيات. أليسون من يلا كورة، نستحق أن نفوز بالبريمير ليج هذا الموسم. إمري يشكر أرسنال ولويس خذلناك يا مدرب، دم في الجول. وان ثري أوزيل يرحب بمدرب أرسنال الجديد. سبورت 360 رغبة بوجبا وزيدان تصطدم بواقع ريال مدريد. موقع بطولات بعد الإعلان عن مدة غيابه 12 مباراة على الأقل لن يخوضها ديمبلي مع برشلونة بسبب الإصابة. والله بصراحة خبر من ضمن الأخبار المبشرة، يعني فيتو بيقول لك إيه؟ بيقول لك اتحاد الكرة يطبق تقنية الفيديو بملاعب كان 2019. طب يا رب يا مسهل يا مسهل، ما قصدهم الملاعب اللي استضافت بطولة الأمم الأفريقية في مصر 2019 الكبار، يعني عندك استاد السلام، استاد القاهرة، الدفاع الجوي، الإسماعيلية، اسكندرية، السويس. هو احنا مش عايزين غير الملاعب دي بصراحة، هم اللي يستضيفوا المباريات في الدوري يعني. أو ممكن ملعب الجونة، ملعب أسوان، هيتصرفوا يعني يحلوا الموضوع ده. لكن ده شيء هيبقى مهم، يا إما هم يروحوا يلعبوا في الأماكن اللي فيها فار، يا إما يدخلوا لهم الفار في ملاعبهم، يعني أندية زي الجونة وأسوان والأندية البعيدة. لكن الخطوة مهمة، لازم لابد منها. نروح لسوبر كورة. اتحاد الكرة يتلقى عرضا لإقامة ودية بين المنتخب الأولمبي وكوريا الجنوبية. وإحنا عارفين إن في فترة توقف دولي في شهر مارس. الفترة دي بالمناسبة هتخللها مباراة في تصفيات كأس العالم لمنتخب مصر الأول، وأيضا مباريات ودية للمنتخب الأولمبي استعدادا لطوكيو 2020 اللي هتكون بإذن الله في شهر مع نهاية شهر 6 يعني. ففي عروض جت للمنتخب الوطني الأولمبي سواء كوريا الجنوبية، وأيضا في عرض من اليابان. إحنا كده كده هنسافر طوكيو في الغالب يعني في مارس كمنتخب أولمبي، وهنلعب مع كوريا الجنوبية واليابان. وفي برضو اتجاهات عند الكابتن شوقي غريب إن هو يلعب أندية أوروبية وأخرى آسيوية. طيب الوطن سبورت، كابتن شوقي غريب يحسم الجدل صلاح معي في الأولمبياد. يا جماعة اللي يقول غير كده بصراحة يبقى بيهزر بصراحة يعني. أنت عندك لعيب بقيمة محمد صلاح ونجومية محمد صلاح وإمكانيات محمد صلاح، ويبقى عندك فرصة إن أنت تضمه معاك في بطولة زي بطولة الأولمبياد وتقول لأ؟ ما ينفعش. وده كلام الكابتن شوقي غريب فعلا، هو في تصريحات تلفزيونية قال لك أنا عندي محمد صلاح ده من أحسن لعيبة في العالم، واحد مصنف دلوقتي من أحسن 5 لعيبة في العالم، فازاي ما ضموش يعني؟ موضوع ليفربول توافق أو ما توافقش، كمان هما كده كده في الفترة دي هيبقى عندهم استعداد للموسم الجديد يعني، فهيبقى في تواصل. وهو رد الكلام ده كابتن شوقي غريب قال لك إيه؟ لأن يورجن كلوب كان قال في إحدى المؤتمرات المدير الفني للمنتخب مصر الأولمبي ما كانش طلب محمد صلاح لغاية دلوقتي في الأولمبياد، فهو علنيا كابتن شوقي غريب قال له إحنا بنطلب أهو، إحنا عايزين محمد صلاح، هو اللعيب اللي حجز مكانه من الثلاثة خلاص، الاثنين الباقيين لسه ما حسبناش الموضوع ده. فطبعا لازم يبقى صلاح موجود، في ربنا يا رب يبعد عنه الاصابات، لازم يبقى موجود طبعا اضافه قويه للمنتخب الاولمبي يعني، واكيد اللاعب بيرغب في كده. نروح لليوم السابع، قرعه بتاعه تصفيات كاس العالم هتكون يوم 21 يناير، والجوله الاولى باذن الله هتكون في شهر مارس، اعتقد مع نهايه شهر مارس. نتمنى يا رب القرعه تكون مناسبه. احنا بيبقى 10 مجاميع، واول كل مجموعه بيصعد بيبقى في مواجهات مباشره اقصائيه، يعني اللي يصعد اللي يكسب يصعد كاس عالم زي موضوع غانا كده 6-1 لو تفتكروا، واللي يخسر ما يروحش طبعا. فان شاء الله نكون موفقين في التصفيات دي، لان هدف من الاهداف الاساسيه للشعب المصري طبعا وصول للمونديال باذن الله تعالى. نروح لاخبار اخرى عالميه، يلا كوره وتصريحات لأليسون. الماتش كام يا جماعه؟ الشوط الاول خلص ليفربول 2-0 في هذه اللحظات مع على برايتون. المهم أليسون قال ايه؟ قال نستحق ان نفوز بالبريمير ليج هذا الموسم. أليسون طبعا حارس كبير، حارس البرازيلي لليفربول، وقال ان احنا تعبنا السنه اللي فاتت والسنه دي بشكل كبير، والجمهور ده يستحق ان احنا نفوز بالبريمير ليج بعد ما خدنا الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، واحنا كمان كلاعبين بعد المجهود العظيم اللي احنا عملناه على مدار موسمين لحتى الان نستحق الفوز بهذا اللقب. واعتقد ليفربول السنه دي كده اصبح قريب جدا من الفوز باللقب الا لو حصلت مفاجاه. ازاي؟ النهارده مانشستر سيتي تعادل مع نيوكاسل 2-2، ففرق النقط كده لو كسبت ليفربول النهارده هيبقى فرق ايه؟ 11 نقطة. هتقولي ليستر سيتي، ليستر سيتي هي اللي ممكن تعمل مفاجأة، الناس ماشية كويس قوي بصراحة فريق ليستر سيتي، لسه في البوكسنج داي والكلام من ده يعني، الموضوع هيبقى ده برضه اللي هيحسم يعني بشكل كبير. لو عدوا من موضوع البوكسنج داي ده أو بوكسنج ماتشز إن شاء الله مش فاكر بيقولوا عليها إيه، لكن المهم هيبقى خلاص كده فاز بالبطولة يعني، لو عدى على خير يعني وفاز. في الجول إمري يشكر أرسنال
يوناي امري اخيرا مشي من ارسنال طبعا بعد الهزام الكتير او النتائج السلبيه مع المدير الفني ده، المدير الفني الاسباني، وكتب رساله بيشكر فيها فريق ارسنال، الاداره واللاعبين وكلام من ده، والطبيعي يعني. وديفيد لويز قال ان احنا خذلناك، وديفيد لويز طبعا من اكتر الناس الحزينه على رحيل هذا المدرب، لانه هو اللي جايبه اصلا ارسنال بعد ما كان متواجد في تشيلسي. وان ثري طبعا في المقابل بقى اوزيل فرحان جدا لانه كان بعيد قوي عن المشاركه، ما شاركش في مباريات خالص غير في مباريات في كاس الرابطه الانجليزيه وكلام من ده، وبيرحب بمدرب ارسنال الجديد ايا كان مين هو، لان اكيد هيبص للاعيب بامكانيات اوزيل اللي ما كانش مهتم بيه خالص يوناي امري. سبورت 360 رغبه بوجبا وزيدان تصطدم بواقع ريال مدريد، في رغبه متبادله عند زيدان مدير فني ريال مدريد وعند بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد اللي بعيد الفتره دي سواء الاصابه او الاسباب اخرى يعني ما بيلعبش، فالرغبه موجوده وريال مدريد اكيد عايز يتعاقد مع اللاعب، لكن يعني في تقرير كده قال لك ايه، قال لك بعض المعوقات ابرزها ان في 26 لاعب دلوقتي في قائمه ريال مدريد بخلاف رودريجو اللي موجود في ريال مدريد كاستيا المقيد يعني في صفوفهم اللي هو الفريق اللي يعتبر الفريق الثاني لريال مدريد. وقال لك احتماليه رحيل ابراهيم دياز او ماريانو دياز ده ممكن تفتح الباب شويه نسبيا لبوجبا، وايضا موضوع ان تالق فالفيردي اللاعب الاوروغواني واللاعب مميز جدا مع زيدان في الفتره دي ممكن يعطل برضو فكره التعاقد مع بول بوجبا اللي هتتكلف مبالغ كبيره يعني. نروح لموقع بطولات اخر خبر معانا قبل ما نروح لفصل ونرجع مع ضيفنا العزيز النهارده. بعد الاعلان عن مده غيابه 12 مباراه على الاقل لن يخوضها ديمبلي مع برشلونه بسبب الاسابه، برشلونه ما استفادش من ديمبلي من ساعه ما جه من سنتين ونص تقريبا، من ساعه ما مشي نيمار جابوا ديمبلي من بورشا دورتموند والراجل كان مكسر الدنيا في دورتموند في المانيا، من ساعه ما جه على طول بيتصاب، فهم ما استفادوش خالص بيه، وجاله اصابه يعني هيجيب على اثرها عدد كبير من الماتشات حوالي 12 مباراه هيرجع في شهر فبراير، فاكيد هيبقى في دراسه لحاله ديمبلي مع برشلونه. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه واخبار اخرى عالميه، هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينورنا ويشرفنا في استوديو الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور والحديث عن بعض الامور الهامه، استنونا. الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الدستور والمحلل الرياضي كمان بالمناسبة. أستاذ سعيد ازيك عامل ايه؟ أهلا بك يا أمير، أخبارك ايه؟ كويس؟ الحمد لله حبيبي تمام ربنا يخليك. قبل ما نتكلم عايز بس سعيد على حضراتكم خبرين مهمين جدا، الخبر الأول هو خاص بشكوى النادي الأهلي بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي بخصوص حكم مباراة الأمس جوشوا بوندو الحكم البوتسواني السيء جدا في مباراة النجم الساحلي، والنادي الأهلي تقدم بشكوى رسمية. كمان من ضمن الأخبار المهمة جدا إن إصابة علي معلول عبارة عن شد في العضلة الضمة للقدم اليمنى وهيغيب أسبوعين عن الملاعب وإن شاء الله يعود سريعا بإذن الله. دي من ضمن بعض الأخبار المهمة. رأيك في الماتش؟ يمكن قبل ما أتكلم في الماتش يا أمير كنت حابب أتكلم أوي في الخبر الأخير اللي أنت بتقوله شكوى النادي الأهلي. ماشي. لأن هو البداية لينا اللي تخلينا نتكلم عن الموضوع. كويس. أو يمكن لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي عليها ملاحظات كتير في السنين الأخيرة. والأخطاء بقت مستفزة وبقت فجة قوي وواضحة جدا وبقى في شبه إجماع صح داخل القارة على إن الموضوع تخطى مرحلة إن كونها أخطاء بشرية وإن في كتير من الحكام وجهت ليهم اتهامات مباشرة بإن في فساد تحكيمي لصالح أطراف معينة. ده صحف كتير اتكلمت عنه، في وثائق خرجت، في أعضاء سابقين في الاتحاد الأفريقي اتكلموا عنه. انا شخصيا كرجل صحفي وباحث في المنطقه ديت وبدور فيها كتير جدا عندي يقين كامل وتام بان في فساد تحكيمي لصالح اطراف معينه واشخاص معينه. علني كده؟ علني واضحه جدا لدرجه لصالح ناس يعني؟ لدرجه ان رئيس الاتحاد الافريقي سليمان حسن وابيري الراجل اللي من جيبوتي عنده بنتين، رئيس لجنه الحكام عنده بنتين. انا عايزك تروح تسال في تونس البنتين دول اولاده مقيمين اقامه دايمه بيدرسوا وياكلوا ويشربوا في تونس عايشوا في تونس على نفقة رئيس الاتحاد التونسي. هذا الكلام لا دي معلومه مهمه قوي. هذا الكلام نطق به عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي، وهذا الكلام محل تحقيق في اتهامات الفساد في الاتحاد الافريقي ومعروف يعني مش معروف في مصر بشكل كامل. لكن انا بالنسبه لي انا عمرو حكى لي الكلام ده بشكل شخصي وحكى لي ما ابعد من ذلك عن حكام بيتواجدوا مثلا في المغرب والصبح يبقوا في طائره المنتخب المغربي
كانوا بيحكموا مباراه للانديه المغربيه، والصبح او بعدها بيومين في طياره المنتخب المغربي اللي هيلعب مباراه مؤهله لكاس العالم في افريقيا. فده بقى بيحصل بشكل فجي جدا. ومصر خلينا نكون صريح معاك يعني مش بعيده عن ده، يعني في اطراف. بمعنى ايه؟ يعني في اطراف، في اطراف مصريه استفادت من ده، يعني في مش طرف واحد، في اطراف. اطراف اللي هم يعني مسؤوليتهم ايه، او اللي هم انديه ومنتخبات يعني. بس انديه ومنتخبات استفادت من شخص كبير قريب جدا من احمد رئيس الاتحاد الافريقي اللي بيستقبله هنا في الفنادق، واللي بتبقى مجموعته دايما حواليه في الفنادق هنا في القاهره، وبنشوف صورهم معاه. هذا الشخص افاد اطراف مصريه مش طرف واحد في بطولات افريقيا، سواء منتخبات او انديه، استفادت من اخطاء تحكيميه فجه بفعل ان احمد بيتدخل في اختيار الحكام اللي يناسبه، اللي يناسبه الاطراف ديت، وحصل. طب خليني اقول لك على حاجه يا سعيد، ده حصل ازاي في مصر؟ احنا اتفرجنا على ماتشات مثلا الانديه المصريه في افريقيا، ما شفناش اي استفاده من الاخطاء التحكيميه. لا الزمالك في المشوار الافريقي في الكونفدراليه، الزمالك او ممكن عشان مش تابعين الزمالك شويه. انت اخدت مني، انت مذيع ذكي يا امير، واخدتها مني. هو فعلا الزمالك، شوف مشوار السنه اللي فاتت، شوف الهدف اللي دخل في تخطى المرمى. فعلا صح. وكان في اخطاء اكتر من كده بكتير النهارده في الشوط الاول. احنا ثواني بس عشان برضه الزمالك. لا احنا بس مش بنشكك في حد بالتحديد، كمان نادي الزمالك نادي كبير وعريق وجمهور كبير وكل حاجه، عشان برضه النقطه دي تبقى واضحه. الكلام كله على عهده الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور، هو اللي بيقول الكلام ده على عهدته، عشان بس الكلام ما يتحرفش يقول لك قناه الاهلي بتقول كذا. لا كل احترام والتقدير. انا مسؤول عن كل كلمه بقولها، وانا بعتذر لو انا بقول معلومات صادمه وبتكلم بشكل بس انا واثق من ده تماما، وعندي معلومات اللي تخليني اقول كده، وشفت ده في مره واثنين في حاجات ثانيه. ففي اطراف مصريه استفادت ايضا من اللي بيحصل في التحكيم الافريقي، ان الاهلي هو الطرف الوحيد المتضرر. الاهلي الوحيد المتضرر، هو الطرف الوحيد المتضرر، لانه مش قريب من الشخص ده، ومش وعلاقته مش علاقه عاديه، علاقه مهنيه كانت بتربطهم، فما كانش فيه المساحه اللي هو، او الاهلي مش محتاج ده وما سعاش لده. صح. الاهلي ما سعاش لان هو يطلب مساعده تحكيميه ولا هيسعى، لان انا اعرف ان في اطراف فعلا في مصر طلبت قبل كده. يعني في موقف يا امير تسال عنه في الوقت الصحفي، مش هقول اسماء. يعني رئيس احد الانديه واحد اعضاء المجلس، احد اعضاء المجلس ده قال له رئيس النادي ان انا الحكم هظبطه لك وهيبقى معانا. كان في مباراه مهمه جدا، ففي اول دقائق في المباراه لاعب من الفرقه المصريه ديت اتطرد. كان رئيس النادي دفع فلوس فعلا للنائب بتاعه عشان موضوع التحكيم، فاكتشف ان هو ما دفعش حاجه، فاتخانق فيه معاه في المدرج وسط الصحفيين. الصحفيين رصدوا الحاله ديت ومعروفه يعني في الوسط. قال له انت ضحكت عليا وما دفعتش. فكان يعني ان هي في بعض الاطراف في مصر عادي بتروح تبادر عشان تدفع. لا انا بصراحه مش قادر اتخيلها. لا انا عايزك تسال، مش قادر اتخيلها في مصر بصراحه. عايزك تسال ايا كان المسؤول في اي حته. انت معاك فريق اعداد قوي جدا ومحترم جدا وموجود في الوسط الصحفي جدا، نسالهم عن الواقعه ديت. ده كان موجود في ملعب بيترو سبورت الواقعه ديت، والصحفيين اللي كانوا موجودين بيغطوا المباراه سمعوا الكلام ده نفسهم من رئيس النادي والخناقه مع احد اعضاء مجلسه. فده موجود. ده موجود. المطلوب دلوقتي ان الاهلي يتحرك بقوه زي ما عمل، زي ما انت قلت في الخبر ده، ان الاهلي لازم يكون قوي وعنيف في رد فعله. كويس. ولازم يصعد للاتحاد الدولي. كويس. مش عشان ياخد اخطاء تحكيم لصالحه، لا عشان يوقف اللي بيحصل ده. لان الموضوع بقى مستفز جدا. انت بقالك سنين كتير بيتم اقصائك بالشكل بنفس الشكل. الحكم واضح من الدقيقه الاولى عمرو السوليه تعرض لفاول، يعني كان ممكن عمرو يقعد فيها شهرين ثلاثه ست شهور كمان، مش مشكله. عادي جدا، مفيش انذار ولا مفيش انذار، ما ادالوش انذار حتى. مفيش انذار. وبعدين انت مع اول كوره على الاهلي لايمن اشرف، انت حاسس ان انت اصلا يعني انت مبسوط كويس جدا ان جت، الحمد لله جت عشان خاطر اخلص بدري. فتحس ان انت جاي مهمه عايز تنجزها بدري. يعني ايه، انت شفت طبعا كل التحليلات، كل الاستوديوهات التحليليه والمحكمه شاركنا فيها، كل الناس اجمعت ان هي ما كانش فيها اي شيء طبعا. او لو كان فيها انذار عشان خاطر الكوره ما كانش بحوزيده، او اللعيب ما كانش فرصه محكمة. هي فيها لمسه من ايمن اشرف، لمسة عادية. انا بشوف اللمسة دي كل يوم في كل مباراة عادي موجودة، يعني عادي جدا. واقوى بس هو كمان المهاجم بتاع النجم هو تحايل عليه، يجيد هو تحايل عليه، هو تحايل عليه، وهو لو النية سليمة عنده ما كانش حسب، كان ممكن يحسب فاول وانذار عادي. لكن هي كانت النية مبيتة اكتر. راح الشناوي اكتر، شفت الكرة في الدقيقة 90 فاول رمضان صبحي. يعني برضو نية الإزاء موجودة. يعني هنا بقى نية الإزاء اللي هو عرقلة من الخلف، كان في قانون قبل كده اتعمل مخصوص عشان العرقلة من الخلف، ان هو ايذاء شديد، فكان طرد قبل كده يعني. فمعروف ان ده ايذاء واضح جدا ومفيش فاول مش موجود. وبعدين يعني تلاقي بعدها بدقيقه المخرج التونسي بيعيد لك كره احمد فتحي مش بعيد، فكان واضح قوي اجواء فكره ان هو لا احنا في معركه وفي حرب، وكل الاساليب غير مشروعه موجوده. وكان ده اللي حاصل، كان دي الاجواء اللي حاصله، واللي ممكن بقى تكون متخنه الكلام عن المباراه لكن انا برضو في نقطه انت قلتها مهمه جدا بتاعت رئيس الاتحاد التونسي وبنات
الراجل رئيس لجنه الحكام سليمان حسن الجيبوتي وان هم موجودين في تونس وكلام من ده وعلى نفقه رئيس الاتحاد التونسي. دي معلومه خطيره جدا، لازم يبقى فيها تحقيق. هل فيها تحقيق؟ فيها تحقيق في التحقيقات الجاريه في فرنسا. وعمرو فهمي، عمرو مصطفى مراد فهمي قدم استنادات ديت، وهو عمرو فهمي بره الاتحاد الافريقي ليه؟ عشان هو دخل المنطقه ديت اللي هي بتزعل ناس كتير جدا واللي هتزعل. طيب الفيفا، الفيفا تدخلت في الاتحاد الافريقي مؤخرا، هل تدخلت كمان في ملف الحكام ولا لسه؟ طبعا تدخلت. هي طب نتيجه التدخل دي هنشوف. لا لسه هيكون في تحقيقات جريئه امام الجهات الثانيه، فهياخد وقت. هياخد وقت. هياخد وقت، بس انا بشوف ان 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 الحقوق بتضيع في الحسابات الانتخابيه. يعني انت انفانتينو دلوقتي هو عنده معركه ان هو محتاج في افريقيا قوي. فهو بيشوف مداخل افريقيا فين وممكن يحتاج مين. فمقابل احتياجه لده ممكن يقدم تنازلات ايه. يعني هو قوي جدا في المناطق الثانيه، نفوذه قوي فيها جدا، لكن هو في المنطقه الافريقيه مش قوي. المفاتيح بتاعت افريقيا فين حاليا؟ هي عند ناس معينه، لكن هي احنا في مصر، يعني انا شايف احنا في مصر محتاجين ندعم قوي شخصيات جديده يكون ليها نفوذ في الكاف، تحمي مصالح الكره المصريه اولا وكلها نفوذ دولي كبير. للاسف يعني في بعض الشخصيات بتصور دايما للدوله المصريه انها هي الوحيده القادره على انها تعمل ده. انا بس اللي في الصوره، وانا بس اللي في الصوره، مع ان اي مصري الدوله ترغب انها تجهزه وتقدمه هيعمل ده. انا اقول لك على حاجه مثلا، اخر مره التقيت عمرو فهمي، اخر مره التقيته كان في بيته قبلها بيوم بيستقبل خمس رؤساء اتحادات افريقيه. يعني العلاقه ما بينهم قويه لهذه الدرجه. مصطفى مراد فهمي اسم قوي جدا 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 في عالم الكره الافريقيه. تمام. انا مش عايز اقول اسماء نفسي. وانا مش عايز اقول اسماء يعني، بس انا عايز اقول عمرو ولا مصطفى، مش عايزين نقول اسماء، مش فارق معايا. بنتكلم على وقائع دلوقتي. صحيح، انا مش فارق معايا اسماء. بالظبط، مش فارق معايا اسماء، بس انا بقول لك ان احنا الدوله المصريه تقدر تدعم اي حد تاني. لكن في البعض بيصور لها ان انا مفيش غيري، ما حدش يقدر يعمل اللي انا بعمله ده. وبالفعل هو بيعمل ده دلوقتي حاليا. يعني هو يقدر يجيب لك بطوله، بس مصر لما جابت بطوله افريقيا المنتخبات الاولمبيه والمنتخب الاول كان الاتحاد الافريقي هو اللي في احتياج ليك. هو اللي مزنوق فيك. فانت انقذت الاتحاد الافريقي، ما كانتش هبه او هديه ليك. طبعا انت نجحت وابهرت العالم وحققت مكاسب كتير منها، لكن في النهايه انت اللي انقذت الاتحاد الافريقي. طيب سعيد، انا عايز اسالك سؤال. ايه العائق دلوقتي في عدم تطبيق تقنيه الفار في افريقيا من قبل الاتحاد الافريقي؟ ايه العائق؟ هتقول لي ملاعب؟ لا مش ملاعب. هو هقول لك كل دوله عندها ملعب رئيسي كبير يقدر ان هو يطبق تقنيه الفار. صحيح. فتجبر اي نادي بيلعب في الدوله دي حتى لو ده مش ملعبه، لا هتلعب في مكان يبقى فيه تقنيه الفار. ليه معطلين الموضوع ده؟ المبادره مش موجوده، الرغبه في التطوير مش موجوده. الرغبه انت ما عندكش رغبه في التطوير. يعني انا معجب جدا بالتجربه السعوديه، هي اكتر دوله مقبله على فكره التطوير. ممتازين. وداخله في كل، يعني اقول لك حقيقه عمرو، موقف جميل جدا. كنت بدرس في دبلوم الفيفا للاداره الرياضيه الاخير. البرنامج الاخير كان في اكبر عدد موجود من السعوديه، من بينهم نجوم كوره كبار جدا زي كابتن اسامه هوساوي. ده كابتن منتخب السعوديه في كاس العالم الاخيره. ومدراء الكوره في 8 انديه في الدوري السعودي، الدوري الانديه كمان اللي بتتصارع، جايين برغبه من الدوله هي اللي بتاهل دول. تخيل المسؤول المصري الوحيد اللي كان موجود اسمه في البرنامج كان كابتن حازم امام، ما حضرش ولا محاضره. ما حضرش ولا محاضره. فهنا شوف النيه والرغبه عند ناس عايزه تطلع لقدام، وناس عارفين. طب ليه ما حضرش؟ ما عندوش وقت، او شايف ان دراسه الاداره الرياضيه مش هتضيف له. يعني عادي، الاداره عندنا، منهج الاداره عندنا في مصر انت ازاي تسوق نفسك وازاي تقنع الناس ان انت قادر تعمل كل حاجه في الحياه. وانت ممكن ما يكونش عندك الامكانيات، لكن انت ما عندكش الخلفيه اساسا. واحنا دلوقتي بقت كوره علم ونظريات وحاجات كتير جدا، فمش فارقه معاك. فاحنا ما عندناش رغبه كقاره، واحنا كجزء من القاره كلنا في منطقه واحده في نفس المنطقه. ما عندناش رغبه في ان احنا نتطور وان احنا نرتقي وان احنا نلحق بالعالم اللي حوالينا. فده اللي هو يعيق دخول الفار. لكن هو زي ما انت قلت، الملاعب جاهزه، الامكانيات الماديه احنا نقدر. من العوائد الكبيره اللي بندخلها، شايف انفانتينو النهارده جاي بيفكر ان هو عايز يعمل بطوله جديده عشان عارف ان المكان ده تقدر تطلع منه فلوس اكتر. فهو شايف ده وعارف ده ان هو ان احنا بطوله ايه عايز يعمل؟ عايز يعمل السوبر الافريقي، عايز يعمل دوري سوبر من افضل 20 نادي، يعمل على مجموعتين 10 و10. بيشوف ان البطوله دي ممكن تضيف. دي بطوله لوحدها كده في افريقيا يعني؟ دي بطوله لوحدها في افريقيا. هو حابب ان ديت، شايف ان ديت هيبقى ليها عوائد كتير جدا، وانا شايف ان في انديه قويه جدا لو اتعمل بينهم دوري مش مجرد دور مجموعات من 4 فرق. هيبقى دوري قوي جدا. بس التوقيت هيجيبه منين؟ هي الفكره في ان التنقل صعب داخل القاره. طبعا. يعني انا لما اجي العب 10 مباريات بره في الموسم في دوري غير الادوار اللي بعدها، هيبقى صعب جدا على امكانيات الانديه الافريقيه. طبعا. لكن هو هل يقدر يوفر الرعايه لده؟ يوفر الشركات اللي هتدعم ده؟
متهيألي يقدر في الطفره الجديده في ناس عندها رغبه كبيره في انها تستثمر وانها تحط فلوسها في الاماكن دي طالما ضمن انها هتحقق ارباح. طيب نخش في المباراه فنيا بقى، وانا في الحقيقه بيعجبني كلامك من الجانب الفني بصراحه يعني، فشفت المباراه امبارح ازاي في ظل الظروف اللي تعرض ليها النادي الاهلي؟ طبعا انا شفت ما قبل الطرد شيء وما بعد الطرد شيء. ماشي. انا شفت الاهلي اضطر للي حصل ده، لكن في النهايه مستر فايلر هو قدر يفرض فلسفته واسلوبه، وانا فعلا يعني انا معجب جدا جدا بان هو اصر على ده وضد بعض الاراء اللي طلعت بعد المباراه تقول يا امير احنا كنا مفترض نلعب باتنين ارتكاز دفاعي. اه في ناس قالت وجهه نظرك يعني في ناس، بس انا بسال الناس دي انت كنت عايز تلعب باتنين ارتكاز دفاعي ليه؟ علشان تامن اكتر؟ هو هل انت تعرضت لخطوره بالاساس عشان تدور على تامين؟ لا خالص. هل النجم اساسا بادر بان هو يهاجمك؟ لا. انت بتدور على التامين لما تكون انت شايف ان انت خلقت مساحات للخصم وقدر يوصل لجونك باكتر من فرصه، لكن انت منعت ده من خلال فلسفتك اللي هي انا الكوره معايا طول الوقت. ما هو ده اسلوب دفاعي، لازم الناس تفهم ان ده اسلوب دفاعي قبل ما يكون هجومي. طالما الكوره معايا يبقى الخصم مش هيجي عليها هجمات. فده كان ده اللي حاصل. ففكره ان انا العب باتنين ارتكاز دفاعي ما كانتش هتضيف اي شيء. احنا دلوقتي بنتكلم في اول 13 دقيقه. لا بنتكلم بشكل عام في فكره بشكل عام. انا برد على الناس، برد على الناس اللي هي ما يمكنش ينفع العب باتنين ارتكاز دفاعي. لا انا معجب جدا بجرأتك وان انت نازل هتستحوذ على اي حد في اي حته وهتمتلك الكوره وهتحرمه من الوصول لمرماك. لكن الازمه كانت فين؟ في ان انت ما قدرتش تخلق فرص. وليه ما قدرتش تخلق فرص؟ رقم واحد لان انت ناقص لاعب. تمام. رقم واحد. رقم اتنين الناس يعني اهدرت حق النجم الساحلي بشكل غريب جدا، يعني انا شايف فيه تقليل غير عادي من النجم الساحلي. ده ما قبل المباراه. وبعد المباراه الناس كلها من جمال الاهلي وقدرته على الاستحواذ طول المباراه فالناس تقول لك لا ده النجم ضعيف جدا، لا النجم ما كانش ضعيف جدا. النجم لعب بشكل منظم وخططي خطه محكمه جدا جدا، جريده اتفرج على مباراه الجونه وقدر يحدد نقاط قوه الاهلي فين ولعب بكثافه عدديه مش طبيعيه. يعني ايه يا امير؟ انا في ماتش الجونه الاهلي عمل مباراه يعني رائعه جدا جدا جدا. كان دايما فايلر بيدور على ان ازاي اكون مجموعات عمل على في الناحيه اللي فيها الكوره، يعني مثلا كوره في الناحيه اليمين او الشمال، انا ازاي مثلا اخلق خمس لاعبين في المنطقه ديت. كنت بشوف دايما عمرو السوليه او قفشه واحد منهم بيستلم الكوره وبيخلي الباك يطلع والجناح بيتحول للقلب واجاي ينزل يستلم الكوره وقفشه يقرب لو السوليه هو اللي في الناحيه الثانيه، فتلاقي خمس لاعبين بيضطروا يسحبوا معاهم سبع لاعبين فبتلاقي في مساحات اتولدت وراهم بشكل كبير جدا. ولما تعمل التحول كنت بتلاقي حسين الشحات في الناحيه الثانيه او محمد هاني بيقدر يخلق يقدر يروح في المساحه ديت، فعمل ده بشكل جيد جدا سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي طول الوقت. عشان كده انت كنت بتلاقي المساحه. هو جريده ما لحقش يتفرغ على المباراه دي. طبعا. وقدر يحدد ان 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 فايلر بيعمل كثافه في منطقه الكوره وبيبقى في تقارب كبير جدا في المسافات بين اللاعبين، فانا ازاي اوقف خطوره الناس دي وانا ازاي اعمل الكثافه العدديه في المناطق ديت؟ غير خطته تماما. يعني هو النجم ما بيلعبش في 3 3 4 3 او 3 5 2، ما بيلعبش بالشكل ده نهائي. تحول لثلاث مدافعين وعمل كثافه عدديه في وسط الملعب بشكل مفزع جدا. كان بيدافع امير بخمسه 4 1 وفي اوقات 5 5 0، يعني تخيل 10 لاعبين في ثلث الملعب. فعلا كانت واضحه. انت ازاي هتفك ده وانت ناقص لاعب كمان؟ فلازم الناس تاخد بالها ان لا النجم ما كانش فريق ضعيف زي ما انتم متخيلين. النجم قدم مباراه كبيره جدا من الناحيه التكتيكيه، قفل قدر يدافع بشكل كويس جدا. كنت بتشوف البلوكات كمان اللي بتتعمل على الاطراف، يعني كان في زحمه كبيره جدا على الاطراف. يعني انا كان قبل المباراه انا كنت اعرف من زمايلي في الصحافه التونسيه ان هو محتار هيبتدي بكشريده ولا الحناشي في الناحيه اليمين، لقيته بيلعب بالاثنين. انت عارف يعني ايه يا امير؟ انت بتلعب بالاثنين، يعني هتحط هاني واحمد فتحي قدام بعض، اللي هو انت لا انا مش حدش هيقرب من هنا. او عشان مين؟ عشان علي معلول ولا منصور؟ رمضان حتى فايلر راح نقل رمضان الناحيه الثانيه. برافو عليك. الناس كلها بتقول هو ليه رمضان راح الناحيه الثانيه؟ الناس كلها زعلانه رمضان ما يروحش الناحيه اليمين. هو لا، هو كان في رغبه بان انا اهرب من البلوك اللي معمول في المنطقه ديت، اللي هو انت لو حطيت احمد فتحي ومحمد هنا قدام بعض لو في جناح بيلعب عليهم هيتعب، لان في اثنين مدافعين بالاساس في المنطقه ديت. فده اللي كان حاصل من جريده اللي كان قاري الاهلي وكان شايف ان معلول ورمضان صبحي جبهه ما ينفعش تقف، فكان عامل فيها الزحمه دي وعامل البلوك ده وقدر يخنقها.
حاول فايلر يهرب رمضان. يهرب منها، لكن زي ما قلت الكثافه برضو كان جريدو عامل حسابه قوي في الكثافه العدديه وما حاولش يطلع لقدام. لو النجم الساحلي بادر بان هو يطلع يضغطك من قدام زي ما الجونه حاول في بعض الاوقات كان هيتعاقب. احنا كنا بندور على المساحه. وعجبني جدا فايلر بعد المباراه ان هو بيقول يا امير انا راضي عن الاداء لكن احنا ما قدرناش نخلق الفرص. بالزبط. فهو واخد باله قوي من المشكله وكويس ان بدري قوي قوي يعني شفت المشاكل دي. واضح من تصريحاته. طيب. شفت المشاكل دي. طيب هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل مع الاستاذ سعيد علي ورؤيته لمباراه الامس. يلا بينا. كنا بنتكلم عن المباراة ومستر فايلر وجريدو وكيفية تعامله مع هذه المباراة، لكن في كل الأحوال هل كان ممكن السيناريو يتغير طبقا للمعطيات اللي قبل المباراة لو ما كانش اتطرد أيمن أشرف؟ مؤكد بالنسبة لي لو أيمن أشرف كمل المباراة كان الأهلي يقدر يكسب بأريحية كبيرة جدا. بأريحية؟ كنا نقدر نسجل ونكرر التسجيل كمان لأن النجم كان خايف قوي، ورغم ان هو فعلا قدر يقفل المساحات عليك لكن كان في جبن مبالغ فيه يعني حتى ما كانش فيه فكره انت هتهاجم ازاي بعد ما تقطع الكوره. يعني ممكن معتمد على لعبه واحده بس ياسين الشخاوي طول الوقت ينزل يستلم من تحت وازاي تلعب الكوره في المنطقه ورا المدافعين او ما بين قلب الدفاع والظهير، ودي اتكررت كتير قوي. يعني انت قررت 3 مرات لقطه الطرد ولقطه الهدف وكره ثانيه الشخاوي حطها فوق العارضه لما عمل تاكلنج جوه بالشوطه وكان وفي واحد او اثنين اوف سايد. يعني هو هي اللعبه دي الوحيده اللي كان النجم بيلعب من خلالها. وطبعا انا نفسي ايمن اشرف يركز قوي في اللعبه ديت لان الحقيقه هو كلف الاهلي كتير بكل امانه. في ماتش بيراميدز اتطرد بنفس، يعني خلينا اقول ده يعني حتى لو انت ما اخطاتش خطا كامل او كان في تجنع عليك لكنه خطا ساذج ما ينفعش مدافع الدوري عنده خبره يقع فيه. بمعنى ان المهاجم امبارح انا يعني خلي برضه نقول ان في المقابل ايمن اشرف عمل ماتشات كتيره جدا مع النادي الاهلي كمميز فيه، لكن دايما الاخطاء دي هي اللي بتبقى واضحه. المسؤوليه يا امير، المسؤوليه دايما لما يكون انت عندك لعبه مسؤوليه وعندك نضج ووعي تبقى واخد بالك من حساسيه المواقف ديت وازاي تتصرف فيها. لان انت انا بشوف امبارح ان ايمن سايب المهاجم في ظهره، مفترض ان هو المهاجم دايما في صدرك، انت بتتعلم الف ب وانت مدافع المهاجم في صدرك طول الوقت. لو المهاجم مش في صدرك يبقى انت بره، يبقى انت بره اللعبه. فتعاملت بعدين طيب انت وقعت في خطا، بتعالج الخطا بخطا، لازم يبقى تبقى في ذهنك حاضر طول الوقت. شوف بتشوف حراس المرمى المهاجم بيعدي منه وتلاقيه بيعمل ايده كده، يعني هات جون مش مشكله، بس هو ده حضورك سرعه رد فعلك. لازم ايمن يبقى في المنطقه دي لان عمل ده في بيراميدز وعمل ده امبارح. وكمان برضو محمد هاني، انا نفسي قوي محمد هاني، اعتقد ان شاء الله فايلر هياخد باله من ده. ايوه لان الاخطاء ديت ما كانتش كانت بتحصل وبتستمر. محمد هاني في لقطه الهدف يا امير مفترض تغطيه عكسيه على طول بيدخل القلب. هو خد قرار خطوه ورجع تاني، يعني هروح للشخاوي ولا لسيلتو اللي جاي من ورا؟ مفترض برضو انت بتتعلم وانت ظهير وانت صغير، لا اللي في القلب الاقرب للمرمى. الاقرب للمرمى كان في الوقت ده الشخاوي، فكان هو بعد ما خد خطوه ورجع تاني كان المفروض يكمل، لان ده نفس هدف سعد بقير بتاع الترجي في الاهلي. محمد هاني برضو ملتزم باللعب اللي على البعيد وسايب القريب. كان لازم هو اللي بيغطي رامي ربيعه وبيدخل في القلب، حتى لو اتلعبت لسالته الناحيه الثانيه هو بعيد. بالظبط. والكوره في الهواء وعندك مساحه تقدر تواجهه بعد كده، عندك مساحه تروح اهو. حتى لو هو اتصرف وهو متطرفه مش هيبقى بنفس خطوره موقف الشخاوي اللي هو مواجهه مع المرمى بشكل مباشر. فاتمنى محمد هاني يتفرج على نفسه ويشوف الخطا ده. وانا ما عنديش شك 1% ان ده هيروح على فايلر. يعني دي اصل دي حاجات بديهيات سهله وبسيطه هياخد باله يعني اكيد. لان كان في مدربين سابقين يعني بيحصل وبيتكرر الخطا وكنت مش عارف بتجنن يعني بصراحه ازاي ده بيتكرر. لكن انا اعتقد ان النهارده فايلر هياخد باله من الاخطاء ديت. وزي ما قلت لك في بدايه الحلقه كويس جدا ان ده حصل في اول مباراه ليك علشان تكتشف الاخطاء ديت وتقدر تعالجها من بدري، ما يحصلش في وقت قاتل. لان ده كان بيحصل امتى؟ في قبل نهائي افريقيا. صح. في نهائي افريقيا. فالنهارده لما بيحصل ده اعتقد ان شاء الله ان هيتم معالجته وما يتكررش في المواقف ديت. طيب بعد هذه المباراه شايف فرص النادي الاهلي في التاهل ايه؟ انا شايف فرص النادي الاهلي ان شاء الله 100%، يعني ما عنديش 100% ما عنديش شك 1% ان الاهلي هيكون خارج البطوله. الاهلي هيقدر يجمع 9 نقط. هيكون داخل البطوله مش خارج البطوله. ما عنديش شك ان هو يكون خارج البطوله. ان هو يكون خارج البطوله. ما عنديش شك 1% ان الاهلي مكمل ان شاء الله. والاهلي معمول حسابه قوي والفريق هيستعيد قوته ان شاء الله. انا عارف ده كويس ان هيقدر يستعيد قوته وهنقدر نحقق العلامه الكامله على ارضنا. وهناخد كمان 3 نقط بره. يعني انا شايف ان احنا هنصعد مركز اول في ايدينا، يعني هنصعد ب 13 نقطه.
يعني هنحسب انه انت عليها ان شاء الله. الاهلي هيصعد ب 13 نقطه وبعدد اهداف مريح هنكسب ان شاء الله. يمكن المدير الفني للهلال السعودي للهلال السوداني في حوار اغراض من احمد اشرف عندنا في موقع الكابتن هينشر ان شاء الله بكره. هو بيقول ان انا جاي هاجم الاهلي في مصر كويس. هو طبعا هو بيقول ان انا احنا بنساله انت هل هتدافع قدام الاهلي؟ قال لي هدافع قدام الاهلي. وليه انت بتفترض كده؟ فانا جاي هاجم وجاي اخد ثلاث نقط. هو جاي متحمس وبعد الفوز الاول مبارح. وانا اتمنى ان يكون صادق في ده. طبعا دي بتبقى حاجه جميلة. اتمنى ان هو يكون جاي طمعان في الفوز لان لو طمعان في الفوز ده هيسهل عليك فكره ان انت ان انت تقدر تخرج بالكوره. لكن الهلال فريق مش ضعيف وهيبقى هو ان شاء الله مفتاح الانطلاق للاهلي. واتمنى حمدي فتحي يرجع في وقت عاجل لان يمكن لما قلنا من البدايه امير واحنا بنتكلم على فايلر مشروع ونموذج وعقليه عبقريه وتبشر بخير جدا. لكن انا كنت طول الوقت اقول الاصابات يعني انا قلق الوحيد حظنا وحش ان احنا ازاي يعني يمكن كلوب من شهر قال اتمنى ان انا اكون محظوظ وما يحصلش اصابات لان عارف ان في فتره مهمه في الموسم صح. ممكن يحصل اصابات. لو حصل الاصابات هو عارف ده هياثر عليا قد ايه. يمكن مانشستر سيتي النهارده بيجني ثمار الاصابات صح. اللي من اول الموسم اصابات لابورتي على كذا لعيب دي بروين في بعض اجويرو غايب النهارده انت طول الوقت واوتاماندي وستونز غاب شويه فالفرقه كلها انت الاصابات لما بتنال منك في الاهلي فقط حمدي فتحي هو اهم لاعب وسط في مصر طبعا اللاعب اللي بيقدر يعمل التحولات. وخليني اقول لك ان امبارح احنا كنا محتاجين حمدي فتحي قوي يعني طريقه اللعب واللي حصل احنا محتاجين نوعيه حمدي فتحي اللي هو انت دلوقتي بتواجه فريق متكتل قوي مش عارف تخلق المساحه. فكان دايما حمدي فتحي هو اللاعب اللي بيجي على السته في وقت مفاجئ كده انت ما تحسوش هو واصل امتى المكان ده يا ابني انت لاعب سته مش مكانك هنا. فهو بمبادره منه دايما بحس اللعيب على لعيب الكوره عارف امتى انطلق وامتى اتمركز وفين اطلب الكوره. فاحنا كنا مفتقدين ده قوي. رايك في ديانج؟ لعيب مباشر وخامه مباشره جدا وتغييره عبقري يعني التغييره اللي عملها فايلر برضو بتعكس لك قد ايه كان نزل مكان معلول المصاب قد ايه هو مدرب مرن يعني شوف التحول اللي حصل وده بيفكرني دي نقطه مهمه قوي دي نقطه مهمه قوي سعيد مدرب مرن جدا ان هو لما كان ممكن ينزل محمود وحيد كان ممكن ينزل محمود وحيد او كان ممكن ينزل مدافع يلعب في الحته ديت مثلا. لكن انت ازاي في دقيقه واحده ذهنك حاضر ان انا اعمل التحول الهجومي ده ان انا هكتفي بثلاث مدافعين بس. وهنا هو ليه ما نزلش ياسر ابراهيم ونزل محمد هاني عشان المرونه دي عشان اقدر استخدم احمد فتحي لو انا عايز اكمل بالمساج بتاعي لقدام فاللعيب اللي بيقدر يلعب كوره ويطلع بيها. فكان ده تغيير صحيح جدا ان في ناس برضه قالت كان ينزل ياسر ابراهيم كان تغيير صحيح. فبعدين انت ذهنك حاضر بعد ما يصاب علي معلول بدقيقه واحده انت حاضر في ذهنك التحول فانت مرتب قوي ومذاكر قوي لعب بثلاث مدافعين بس وحصل التحول الهجومي وفعلا مسكنا كوره وطلعنا بيها وقدرنا نطلع لقدام. فكان ده بيعكس لي ان هو رجل بيحضر وقادر يفاجئك. يعني انا اتفاجئت انا كمشجع ما قدرتش اتوقعه وده كان بيعمله مانويل جوزيه صح. مانويل جوزيه كان بيجي في اوقات في المباراه كده بلاقي مانويل جوزيه بيختم المباراه بتريكا وبركات ومتعب وفلافيو وحسين ياسر المحمدي 20 مهاجم في الفرقه. يعني في اخر الاوقات بتلاقي التحولات دي حصلت ازاي وما تتوقعش تغيره من المدافع اللي يخرج فده بياخدنا المنطقه فعلا هو مدرب بيفكر بعيد عننا في منطقه ثانيه. الجميل المره دي كمان ان حتى لما الاهلي خسر الناس بتشيد بالمدرب. انا كنت عايز ابتدي بيها الحلقه دي بصراحه يعني انا اتفضل لا اتكلم فيها براحتك انا يعني اكتر حاجه لفتت نظري فعلا انت او انا كحد بيدور او بيبحث فبتشوف المباراه برؤيه مختلفه عن عن الجمهور. لكن انا اتفاجئت من رد فعل الجمهور اللي هو لا ده الجمهور مبسوط اكتر مني. الجمهور مبسوط جدا في اجماع كامل وده جديد ان انت تخسر وفي اجماع على ان انت اللي عملت اللي عليك لان فعلا انت عملت اللي عليك جدا وكنت افضل كتير جدا وتستحوذ في تونس 60% 40% وانت ب 10 لاعبين ده ما حصلش يعني ومش هيحصل يعني صعب يحصل صعب يتكرر بالسهوله بالطريقه ديت. يمكن احنا في نهايه الصفاقسي الاهلي والصفاقسي ما استحوذناش على الكوره كده صح. يعني احنا ما قدرناش في نهايه الاهلي والصفاقسي بجيلنا العظيم جدا جدا كان ساعتها جوزيه مقسم المباراه وكان مقسم المباراه ما كناش نقدر عظيم. ما كناش نقدر نلعب 90 دقيقه كامله واحنا مدركين. سعيد انا مبسوط جدا بتواجدك معايا النهارده وبشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. انا اللي بشكرك جدا امير ودايما بستمتع بالحديث بشكرك معك. شكرا جزيلا الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريده الدستور والمحلل الكروي كمان لانه في الحقيقه راجل بيتكلم في الكوره بشكل مميز جدا كان ضيفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. دي كانت حلقتنا بكره هتكون حلقه ايضا مهمه جدا في تمام الساعه 5 مساء المواعيد الشتويه الجديده وحلقه مهمه من كلام في الميديا استنونا بكره باذن الله تعالى. إلى اللقاء.